النادي الملكي ريال مدريد يلعب اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد خسارة المباراة الأخيرة اللي كانت على ملعبه ضد فريق إشبيلية. خسارة الفريق في المباراة الماضية بهدفين دون رد كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل والخروج بنتيجة إيجابية، لكن كانت الخسارة في النهاية. لن عندهم فرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد في رأيي النتيجة راح تكون للتعادل. شوف تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة خمسة واحد، واللي تعتبر ذات طابع هجومي في مباراة اليوم. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. فرصة أمام المرمى، الكرة بالخطأ تنتقل إلى الخصم. الفريق الضيف في مباراة اليوم يعتبر الفريق الأكثر استقبال الأهداف في هذا الموسم. واضح أن في عدم ترابط بين المدافعين، واضح هذه المشاكل وهذه المساحات وهذه الفراغات. مستحيل، الله على التصويبة. أي كرة، أي كوريرو، ممتاز التصدي. لا، يتقدم بالكرة نحو مناط ولعب الشوت. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيد استعادة الكرة بشكل سليم. الأمطار تهطل الآن في أرضية الملعب، الطقس غير مثالي للمهاجمين وللمدافعين، صعوبات كبيرة بالنسبة للاعبين في التعامل مع الكرة. تمنى بأن لا تؤثر هذه الأمور على هذه المباراة ومتعتها. إسكو، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. انطلاقة بالكرة نحو الأمام، بيلعب لكرة، كرة تصطدم في القائم وترجع إلى الملعب. غيريرو يضرب الآن، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. لوكا مودريتش، الكرة بترجع له مرة ثانية. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام، يرسل الكرة. يا رب، الله عليك، الله عليك يا مجنون، يا ممتع يا فنان. شوف اللعبة، شوف الكرة. بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب، لم تنجح محاولة إبعاد الكرة. كريم بنزيما، فرصة لكرة مرتدة. هذه تصويبة، يا الله، مفاجأة كبيرة حقيقة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. جاريث بيل، لوكا مودريتش الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليه. شوف التغطية، يقطع الكرة قبل ما تشكل خطورة.